من جمهورية مصر العربية الأخ العزيز زميل سامح شكري، وشرفنا بزيارته مع الأخ أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وتشرفنا بزيارة الزميلين إلى بغداد. وهذه زيارة ضمن السياقات الموجودة بين الإطار الثلاثي أو الدول الثلاث في عقد اجتماعات مستمرة وتداول مستمر بيننا حول قضايا تخص البلدان الثلاثة وأيضا قضايا تخص المنطقة والعالم. في الفترة الحالية وفي هذه المرحلة نواجه جميعا تحديات كبيرة وعديدة، وبعد التحدي الكوني في مواجهة مرض الكورونا بدأنا نتحدى أيضا تحدي ليس أقل خطرا من مرض الكورونا، وهو تحدي الحرب. صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية جغرافيا لها علاقة بأوروبا، ولكن أبعاد هذه الحرب تؤثر على الكثير من الدول والعديد من المجتمعات، ومن ضمنها المجتمعات والدول في هذه المنطقة. تم دراسة تأثيرات وأبعاد هذه الحرب على الوضع السياسي ووضع الاقتصادي والتضخم الاقتصادي المتواجد في المجتمعات والأسواق، وأيضا تأثير هذا الحرب على أزمة الطاقة وإدارة أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة من ضمنها النفط والغاز، وتأثير هذا التضخم الاقتصادي على مجتمعاتنا جميعا. وأيضا تطرقنا إلى مجموعة من القضايا تخص المنطقة، وتحدثنا كيفية العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات. نحتاج إلى العمل المشترك والتخطيط المشترك والتنظيم المشترك. في إطار الإطار الثلاثي تحدثنا عن العلاقات والاجتماعات الأخيرة بين الوزارات القطاعية وتحديد النتائج التي وصلت إليها هذه الاجتماعات، وهناك تطور مستمر ونتائج ملموسة للعلاقات الثلاثية. ولكن أيضا تحدثنا عن مستقبل العمل المشترك في هذا الإطار وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي. السادة الوزراء التقوا بفخامة رئيس الجمهورية والرئيس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. بعد هذه الاجتماعات قررنا أن نستمر في الاجتماعات القادمة وتشاور والتواصل لكي نبني هيكلية أو مؤسسات لهذا الإطار الثلاثي، وعلى ضوء هذه الهيكلية يتم التخطيط مستقبلا للعمل المشترك. مرة أخرى أرحب بزملائي في بلدهم الثاني العراق، وأهلا ومرحبا بكم معالي الوزير سامح شكري ومعالي الوزير أيمن صفدي. وسوف نأخذ بعد حديث الوزيرين مجموعة من الأسئلة من الصحفيين، وشكرا جزيلا.